طبعاً شفت الفيديو مالتكم واعتذر بالزيارة الماضية، ما شفت الإشارة مالتكم قلتوا لي أوقف، فجيت حتى أهنيكم أولاً بعيد تأسيسكم وأقول لكم أنا سعيد باسمكم، اسم المحاربين، محاربين من أجل الحياة، محاربين من أجل معنى الحياة، وليس محاربين من أجل الحرب. إحنا ما نريد حروب، نريد حرب من أجل الحياة. اليوم كحلت عيني بشوفتكم وفرحتوني بهاي الأعمال قدمتوها، أعمال لها معنى كبير، وأقول لكم أنتوا اليوم ورود العراق ومن مدينة البصرة، وأنتوا زهور مدينة البصرة العظيمة، هاي قدمت الكثير من أبنائها الطيبين. أنتوا إن شاء الله رغم كل التحديات في حياتكم تكونوا جزء من صناعة المستقبل. العراق يستحق الاهتمام بأبنائه، وأنت جزء من أبناء العراق، نحن نهتم بكم هواية بكل تأكيد، لكم إحنا نحبكم. هاي الأعمال الفنية والرسومات اللي أشوفها حقيقة رسوم مبدعين وناس أذكياء. أشكر الأكاديمية على الاهتمام بكم، وراح ندعمكم بكل تأكيد. صاركم 5 سنين طالبون بقطعة أرض، أنا جبت لكم اليوم القرار بيدي، هذا قرار تكون الأرض مال الأكاديمية مالتكم، ووعدتكم الحكومات السابقة أطمني هاي مش تصير، وهاي تكون مركزكم كلكم تشتغلون بيه وتساعدون الأولاد على نفس ظروفكم زين، وراح نساعدكم بالبناء بيها، راح أطلب من البنك المركزي وزارة النفط الساهم. إحسان أنت من المحافظة، السيد المحافظ هميد عبدور وثلاثة أصدقائي، فالمطلوب أعمل على مساعدتكم. مرة ثانية أذكر العراقيين، أنتوا مصدر الطاقة تطوها لي، عندنا تحديات بالعراق كثيرة، بس لما أشوفكم أشوف إبداعاتكم وأشوف شغلكم حقيقة أنا أحصل على طاقة حتى أخدمكم وأخدم بلدي العراق، هذا العراق العزيز علينا كليتنا. مثل ما شفنا الطفل العراقي اللي بالقرمة اللي اسمه عراق الكوبيسي، شلون هذا الطفل عائلته سمتها على اسم العراق. يجب أن نهتم، وأذكر كل عراقيين أنتوا محاربي العراق، بس محاربين من أجل الحياة. المطلوب أن نعمل سوية من أجل الحياة ومن أجل مستقبل العراق. أنتوا تبنون بلد بإبداعاتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.